المواطن كل ما كيبقاش يتيق، حنا كنقولوا له غنعطيك 2500 درهم زياده، 1000 درهم في التقاعد، 300 درهم كذا محسوبه، الا ما قبضتهاش من هنا 2026 يجري علينا بالحجر. شكرا. هذا الفيديو هذا اللي قدمناه ديال الرجل الثالث في البلاد اللي هو رشيد طالب العالمي رئيس مجلس النواب، وحنا كنعرفوا بانه في الحمله الانتخابيه رشيد طالب العالمي لما كان يقدم الوعود لم يكن يقدمها باسمه الشخصي، بل يقدمها باسم حزب التجمع الوطني الاحرار، ويقدمها باسم عزيز اخنوش الذي كان مرشحا لقياده الحكومه، على اساس ان الوعود اللي قدمنا لكم حنا كحزب ديال الحمامه الا ما وفيناش بها غترجمونا بالحجر، غتشيروا علينا بالحجر. طبيعه الحال يعني طالب العالمي لما استعمل الحجر راه استعمله من باب معرفته بقدسيه الحجر عند المغاربه المظلومين، حيت ملي كيظلم المغربي كيبدا يشير بالحجر. طيب بحال حنا ما غاديش نرجعوا لهذا الاستعمار، وكيفاش المغاربه كانوا كيستعملوا الحجر كسلاح رغم انه سلاح بدائي، ولكن كان السلاح الاساسي ديال المغاربه في مواجهه الظلم ديال الاستعمار. ولكن حنا غادي نتوقف عند واحد المحطه حديثه الا وهي الاضراب او الانتفاضه ديال جوان 1981 في الدار البيضاء، اللي كان فيها السلاح الاساسي ديال الشباب ديال الاحياء الشعبيه هو الحجر. كنعرفوا بانه الدوله لما اخمدت هذه الانتفاضه ديال جوان 1981 اول قرار دارت هو رصد واحد الاعتمادات باهظه لتبليط وتزفيت الشوارع والاحياء والازقه ديال الاحياء الشعبيه في مدينه الدار البيضاء باش تحشره ما تبقى تدور في المدينه. وحنا الان كنعرفوا بانه داز 3 سنين على الحكومه ديال اخنوش، وحتى حاجه من ديك الوعود المعسوله التي قدمها لم تنفذ، وعمليا لم تبقى امام الولايه الحاليه ديال اخنوش سوى عامين تقريبا او ما كاملاش، حيت ما غنحسبوش العام ديال 26، حيت العام ديال 26 دائما السنه الاخيره في كل ولايه تشريعيه وحكوميه كتكون سنه ديال تصريف الاعمال وسنه ديال الاستعداد للانتخابات، وبالتالي عمليا الكونتور يقول لنا بان الانتخابات الجايه لم تبقى لها الا تقريبا واحد العام ونص. طبيعة الحال ان اخنوش لما فشل في تحقيق هذه الوعود في ظرف 3 سنوات يستحيل عليه ان يحققها فيما تبقى من هذا الزمن السياسي اللي هو عام او عام ونصف، وبالتالي بدا يستشعر الخطوره ديال الشير بالحجر، خاصه وان المغاربه لم يتطلعوا الى تنفيذ هذه الوعود، بل حتى الوضع ديالهم ازداد سوءا منذ تنصيب حكومه اخنوش. ما نهضروش حنا على الاضرابات ديال الاساتذه التي يعني دامت شهور طويله في المغرب، ما نهضروش على الاضراب ديال كليه الطب، ما نهضروش على ازمه ديال الغلاء ديال المواد الغذائيه، وما نهضروش على المازوط اللي شوى وحرق المغاربه بسبب السعر اللهيب، وما نهضروش على العيد الاضحى الاخير اللي المغاربه لاول مره تقريبا في التاريخ ديالهم احس واحد جزء كبير من المغاربه بصعوبه القيام بواحد الشعيره مقدسه لديهم، ليس يعني من باب الاقتناع بانني ما غنعيدش، ولكن لانهم اضطرارا ما عندهمش بسبب القدره الشرائيه الضعيفه والغلاء الفاحش الذي يعني عرفته يعني رحمه الغنم في العيد الكبير الاخير، يضطر واحد الجزء كبير من المغاربه مساكن يشتروا عيد الاضحى. من امام هذا الشيء يعني اخنوش يتململ ويتحرك الان لاصدار التعليمات ديالو لجمع جميع الحجر اللي كاينين في الدروبه وفي الاحياء الشعبيه في المغرب، خوفا من ان يلجا المغاربه الى رجم الوزراء ورشق المنتخبين في البرلمان وفي الجماعات التي يسيرها يعني حزب التجمع الوطني للاحرار. بطبيعه الحال حنا كنعرفوا يعني حسب يعني الارقام ديال وزاره النقل عندنا في لافلوت ديالنا ديال الكاميوات واحد 1.5 مليون تقريبا شاحنه، وهذا 1.5 مليون شاحنه بمقتضى واحد الحق ديال الصخره اللي هو قانون مسنود الى يعني رئيس الحكومه كممارس للسلطه التنظيميه، فهو يلجا الان الى تسخير هذه 1.5 مليون شاحنه باش يجمعوا تقريبا واحد 10 مليون طن ديال الحجر اللي كتروج في الاوراش ديال الطرق وديال القناطر وديال السدود وكذا الى اخره، ولا زدنا عليه 10 مليون تقريبا ديال الحجر اللي كتروج في قطاع البناء ديال الديور وديال الفيلات وديال العمارات الى اخره، غادي نوصلوا لواحد 20 مليون طن. ملي كنقولوا 20 مليون طن ديال الحجر اللي كتروج في المغرب راه تقريبا واحد 20 مليار كيلو، ولا قسمنا ديك 20 مليار كيلو على الشباب المغاربه الذين لديهم القدره البدنيه على التشير وعلى الضرب بالحجر، يعني حسب المندوبيه الساميه للتخطيط يعني هذه الفئه العمريه تقريبا تقدر ب 40% من السكان المغرب، اي 13 مليون مغربي لديهم القدره على انهم ينفذوا ذاك الرجم والرشق والتشير بالحجر في حق كل مسؤول سياسي كذب عليهم وقدرهم بالوعود كذبه. بمعنى هذيك 20 مليار كيلو غادي تجي تقريبا واحد 1500 كيلو ديال الحجر لكل مغربي من هذه الفئه العمريه، اي طن ونص تقريبا ديال الحجر. يعني بمعنى هذه المساله تهدد وتقلق يعني الحكومه ديال اخنوش. من هنا التعليمات التي وجهها اخنوش الى جميع العمداء ديال المدن في المغرب، حنا كنعرفوا بين قوسين معظم الجماعات تحت يعني الامره والقياده ديال حزب التجمع الوطني الاحرار، على اساس ان اي انسان جا قدم البيرمي دابيتي او بيرمي ديال الكونفورميتي ما ياخذوا الا اذا بلط اما الشركه ديالو اما المحل ديالو اما الدار ديالو، باش حتى حجره ما تبقى تدور في الدرب او في الشارع الى اخره. علاش؟ لان
خلوش الان يعني يسعى الى تشديد الحراسه على جميع المقالع اللي كاينه في الضواحي ديال المدن، سواء المقالع ديال الحجر، المقالع ديال الرخام، المقالع ديال الكياس الى اخره. بل بالعكس، ونحن نستعد لموسم العبور ديال عمليه مرحبا، التعليمات اعطيت من طرف حكومه اخنوش لتشديد الحراسه حتى على المغاربه العالم اللي يعودوا يدخلوا معاهم الحجر، لان حتى هما مسكن تهضموا في الحقوق ديالهم، حتى هما يعني شافوا بان الحكومه ديال اخنوش لم تلبي اي مطلب من المطالب التي وعدتهم بها. وهذا ما يقودني الى واحد الخلاف حاد ما بين اخنوش وما بين وزير العدل الوهبي. الخلاف بيناتهم ليس فقط على تجريم، يعني كل شاب مغربي كيضرب بالحجر، لا، هم متفقين على ان اي شاب ضرب بالحجر او شير بالحجر على الوزاره وعلى الاحزاب وعلى المنتخبين يجب ان يعاقب. لا، الخلاف فقط على مستوى العقوبه التي ينبغي ان تنفذ. وهبي يذهب الى اتجاه العقوبه يجب ان تبقى في حدود القانون الجنائي العادي، ما بين 3 سنين و5 سنين العقوبه، يعني لكل شاب مغربي كيشير بالحجر، في حين ان اخنوش وفي العقيده ديالو والقناعه ديالو والشعار ديالو ديال ربي المغاربه. ماشي فقط العدل اللي غادي خص يدير العدل ولا لا جوستيس اللي كدير خدمتها لان واحد سب ولا هذا، المغاربه خصهم يديروا خدمتهم. المغاربة اللي ناقصها التربية خصنا نعاودوا ليه التربية ديالو. باغي ان هاد الجريمه ديال التشير بالحجر تدخل في قانون ديال الارهاب باش يغبر الشقف بمره للمغاربه ويربيهم نيت كما كان يدعي اثناء الحمله الانتخابيه. حنا كنشوفوا الان يعني هاد الحلقه تقريبا كلها كدور حول يعني محور ديال السخريه من ما يمكن ان يتوقعه المرء في حاله ما اذا خرج المغاربه ينفذون الوعد الذي التزم به رشيد طالب العالمي الا هو التشير بالحجر. علاش؟ لان المغاربه اذا سقطنا الله سبحانه وتعالى الذي يسندهم في كل سراء والضراء ما بقاش عندهم شي ظهر يستردون اليه. يعني الاحزاب تقريبا عمليا والمعارضه بالخصوص بعد الماتش، البرلمان اصبح تقريبا واحد الملحق تابع للحكومه، يعني لا سلطه له او بصمه على المجرى ديال السياسه العموميه. الاعلام العمومي بشكل عام يعني تقريبا بحال نقولوا اخنوش جارو في جيبو، يعني لا يحرك ساكنا. مجلس المنافسه يعني ليس فقط انه يتفرج امام النهج ديال الاجساد وجيوب المغاربه من طرف اللوبيات والمافيات والشركات والمحتكرين الكبار لكل المواد وكذا الى اخره، بل بالعكس هو يزكي هاد الحاله. وبالتالي المغاربه لم يبقى امامهم الا واحد جوج الاسلحه، السلاح الاول هو الحجر كما قلنا لان المغاربه اللي ظلمهم كيشيروا عليهم بالحجر، والسلاح الثاني هو السخريه. حنا كصحافه حدودنا هي ان نسخر من الفاعل السياسي الحكومي بالخصوص والبرلماني، ولكن الشعب راه لليقين انه في الانتخابات المقبله غادي يصوت بالحجر. زري علينا بالحجر، زري علينا بالحجر، زري علينا بالحجر.